سالم الشيرات اليوم ان شاء الله قلت غادي ندير الباستا. الباستا هي المقارون، المقارون تاعنا على يقولوها الباستا عند الايطاليين، الايطاليين يقولوا الباستا علاه يديروها بالبيستو. هذا البيستو شوالا هو الريحان، الحبق، الحبق تاعنا، الحبق يديروه بالفرماج وزيت الزيتون يطحنوه يولي هذا هو. هذه هي بالمقارون ردوها اسمها الباستا. في هذه الباستا تاعنا عندنا مقارون، مقارون كما تبغوا الشكل اللي يعجبكم الشكل اللي تبغوه. هذا عندنا فرماج طري، فرماج رابي، سيبو هذا ممكن الى التحضير. عندنا الماء درنا يحمى، نديرو معاه شويه ملح في الماء تاعنا كما راكم تشوفوا. نديرو بعض قطرات الزيت يبه المقارون ما يلصقش مع بعض، ونديرو المقارون الباستا. والمقارون ديرو يعبر لساعات. غادي نخلوه مدة 10 دقائق يغلي يطبخ، من يطيب رانا نخلطو له صوالح الاخرين. كيما راكم تشوفوا ها ولا المقارون تاعنا صاي طاب. ضروري غادي نصفوه ونديرو معاه المكونات الاخرى. كيما راكم تشوفوا صفيناه، خليت فيه شوفوا شعل ابتسامة القليل من الماء، يعني مش كتير. الوقت نديرو مغرف كبيرة تاع فرماج، فرماج طري، فرماج اللي كاين ومي يكون طري باه مي يكون مع المقارون مي تكون هكا سخونة يقد يدوب كيما راكم تشوفوا. دروك نديرو البيستو تاعنا، البيستو كيما تبغوا يعني كل واحد يبغي الاشعال يبغي يدير. وهذه الوصفة سهلة بزاف، نقول احنا يكون انسان خارج من الخدمة ولا من العمل وما يكونش عنده الوقت ولا يقد يديرها، يعني في مدة ما 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى 15 دقيقة كيما تشوفوا هكا. كيما راكم تشوفون انا نبغي دائما حاجه تكون حاره، نديرو غير شويه حار ماشي بزاف. هاكا ونديرو شويه فرماج كيما راكم تشوفو فرابي. كما راكم تشوفوا الفرماج يجي ناشف ويجي مفتس بزاف، مش كيما داك الفرماج اللي نديروه في البيتزا وكاع. دروك صايي ها ولا الاخر باستا تاعنا راهي واجده، حطوها في طبق التقديم كما راكم تشوفوا. هاك على هذا الشكل، زيت شوية ونديرو عليها شوية فرماج. اي فوالا، ان شاء الله تكون هذه الوصفة تكون قد اعجبتكم. كما راكم تشوفوا حاجة سهلة وخفيفة بالبزاف، ما تدي حتى وقت، واللذة بلا ما نقولكم بنينة بزاف. بصحتكم.